مرحبا. هو السي عبد القادر، هو السي عبد القادر الخراز احتراماتي له، لانه كما قال المثل نفخ الكير كيتبقى ينفخ بدك. هو السي عبد القادر الخراز يعني اش غنقول لك، انا شت نحترمه وهذاك الراجل نحترمه، ولكن راه كيدير شي حوايج اللي يعني ما كاينش ما ثابتاش من الواقع. السي عبد القادر كيطلق الاوهام. دابا السي عبد القادر باغي يكسب. انا تسولوا لعيني الناس وقلت لهم الحقيقه، لان انا عشت مع الناس المجني عليهم، وعندي الحقيقه من الحدث اللي معاش، وحكى لي القصه بيد وريحنا انا وياه، حيت بنادم اللي كيريح معاك في سيلون واحد كتبقى تهضر معاه اليوم غدا كيحكي لك الحقيقه. السي الخراز كيحكيها بشكل، السي الخراز خاصو يقول واحد الحاجه اللي هي حقيقيه، عنده الحقيقه ماشي ما عندوش، ولكن شويه يعني انا بعدا كمتبع كنشوفه ما بين لي شحال من حاجه كيزيد فيه. حيت علاش حنا باغي نعطيو واحد الحاجه، ما نبداوش نديروا الافلام ونديروا افلام اكشن ولا شي يقولوا لا ولا ما عرفتش، نبداو حنا باغي لك كنتي باغي تسرد واحد القصه اللي هي متناول الشباب باش يستافدوا. وكيفاش كانت سيدي يعني هو هضر على خويا بن عيسى الخنفوري، قال عليه شي حوايج محمد الاطراسي، محمد الاطراسي دازوا معايا كلهم، الخنفوري حكى لي كل شيء، قال لي انا راه تشديت هربت شدوني في بركان، وبن عيسى ولد مونتيفو كنعرفهم حق المعرفه، ودوزوا معايا واحد القدر من اعوام في سونترال. يعني داك الشيء اللي كيحكي ما هو هذاك، واحترمه انا كنحترمه، هذاك راسه يقول اللي بغى ونستسمح لهذ المقوله. قلتها غير انا كنقول كنفسي انا كيطرى عليا واحد كيقول لي بغيتك تحكي لي فلان، كنقول له لا ما نحكيش على فلان، تناخذ ليدن من فلان، كناخذ منه ليدن، كيقول لي با جدي حكي، كنقول له ايه بحال خويا علي البيضاوي حكيت معاه، قلت له انت حكي لهم انت، لان انت اللي عارف كيفاش غتحكي. انا واخا تقول لي غادي نقدر نصيبه ونخطا، بحال دابا انا خاصني نحكي على راسي، واخا يحكي لك واحد اخر ما عمره يقول لك كيما كتقول انت. واه هو السي الخراز داير فيها كولومبوز دابا صراحة، داير فيها ما باغي نكلو العطيه صا. دابا شحال من واحد مسكين كيتسنط له كيمشي، راه كيطلق بزاف. راه كانت واحد الايامات ناض هو واحد الكوميسير اخر متقاعد مكناس ناض هو، يعني بغينا السي الخراز حنا نحتارمو راجل زوين وراجل، ولكن نعاود شي حاجه اللي هي واقعيه، ما نكثرش العنصر التشويقي، لانه عنده مع التمثيل كيعرف كيفاش يمثل العنصر التشويقي، كيعطي البنادم داك الشيء كيصاوبو كيعرف كيفاش كيصاوب داك الشيء وكيطلق البنادم. لكن واحد اخر راه غادي ياخذ داك الشيء، راه شحال من واحد علق عليه، وانت ما تتكلمش غير في الاجرام، خرج لنا المعاش ديال الشاجين لنعرفك سيدي ومولاي وكاين، ما تتكلمش غير كان هذا مجرم شدينا اي، ومن بعد كان الفعل الماضي كان، ولكن راه خرج للمجتمع. كيفاش غادي يلقى المجتمع؟ ما قلتيش من اللي كيخرج للمجتمع كيخرج عرضة للضياع، كيخرج كدخل في شباب وخرج شيخوخة، كيفاش غيعيش هاد الإنسان مع هذا الوقت اللي هو ولا وقت السرعة ووقت المظهر ووقت بان عليا نبان عليك ووقت النفاق الاجتماعي، ما بقاش المصداقية وما بقاش المعقول، كيفاش غيعيش هاد الإنسان؟ أو لا غير تعود عليه هو. هذا هو اللي بغيت انا نوصل للسي الخراز، هذا هو اللي كيضرني. وكتبتها له وقال لي واحد انا هضرت معاه، كتبتها لواحد مع المسير ديالو ولا قال لي، قلت له هضر على الشاجين من اللي خرج. فعلا كان مجرم، ولكن راه ضرب قاضي هذاك الشيء اللي عطاته الدوله، هذا هو بينه وبين الله سبحانه عز وجل. تينتاب خاصو واحد البلاصه واحد طريف من ياكل تا هو الخبز يعيش بكرامه، بحال ديك النوبه جاو المحللين اللي انا تبعتهم على ديال امامه، من اللي داروا قالوا سماه قرد الشارف، هو فعلا قرد الشارف لانه كان عنده خطا، ومن اللي خرج قتل هذيك المراه وداك الشيء ودوز كذا دوز عدد تاع السنين واخطا. انا بغيت هذاك السخط، ولكن علاش كيجيو عاد كيجيو المحللين والفلاسفه ويبداو يقولوا لا راه خرج وصاب بحال ميريكان وصاب الدنيا تبدلات وخلى مكناس هاك وصابو هاك وخلى الكبريات. يعني خاصنا بحال هكا لا نعرف انا دوك المحللين اللي يشوفوني ويسمعوني يجوا عندي بحال هكا ويناقشوني، ومرحبا بكل واحد بغى يناقشني في اطار المصداقيه والقانون والحياه المعاشه، كيفاش كيعيش الانسان وكيفاش اييه. وبنادم هذا هو قربني
ماشي كتيوقع الحادث عادي بدا بنادم ارى واحد حتى ما عارفش كيدير يبدا يتكلم لك على حبر على ورق من بعد ما عارف هو حتى شي حاجه وكيهضر وعيش معايا وجي عندي وقربني مرحبا باي واحد نجالسو ولا كان كلامي على ماشي على الصواب يصلح لي كلامي كنت انا غير يقول لي لا راك باقي ما نضجتيش يعاود يعطيني فكره ولكن تكون في الواقع هذا هو لو كنا باغي نزيدوا لقدام وكنا باغي نعطيوا واحد الاصلاح للبلاد وللمواطن كل مواطن مواطن وكل من خطا او لا غير خطا فتكون نظره الرحمه بعين الرحمه كتكون واحد النظره انسانيه كتكون واحد النظره في الاخر مدلو يا دك قعدوا كما كنقول انا دائما شدوا هك وقعدوا اعطيه غير كما قال المثل اعطيه غير كول الطعام واعطيها القصريه للحسانه تاكل الطعام اعطيني القصريه انا بغي الحس هذاك التشاش هذاك التشاش راه قادني انا شبعان به اعطيني غير شي بلاصه الكلب فين نحط انا ونريح ونعيش هذا هو اللي بغينا نوصل واحد كيضرب لك 700 مليار 30 مليار 20 مليار 15 مليار كيقتل امه كيقتل نصف المغرب هو ما كانش اللي كيصفقوا له ما كانش اللي حاسبه واحد خاطي زفت به الحيط راه عندنا التقابي في الحيط راه عندنا دوك نزفتهم باش كنزفتهم بالفرشي ها بالفرشي ملي كتقلب تدخل الحباسات كتسيبها الخاوي علاش ما نسيبو حتى حنا شي دماغ تا هو محطوط تما كيناتي وشي واحد كانت له سلطه تا هو داخل الشيجن ويخلص من يخطأ تا هو يخلص هاو نعرفوا روسنا راه حنا مقادن سواسيه في هذا العالم اللي كنعيشوا يعني راه ما كاينش كاين الدرويش مهموم وزايد في همه ومازال زايد في همنا ما عرفناش فين غتوصل يعني والله العظيم انا كنقول لك بما نعاني به حاليا دابا انا بنفسي انا كنعاني هادشي اش غايدير الانسان يلا شنو غايدير كاين شي بلاصه فين يخدم وما خدمش كاين عطاتو شي فرصه وما مشاش ليها ونفخ عليها انا لحد الان خرجت عندي الشواهد عندي كل شيء اشنو راه هذا هو اللي خاصو يوصل البعد من المسؤولين باش يعاودوا عدد النظام في بعض الناس اللي هما خرجوا من السجن وشي كان ملي كتمشي للمؤسسه بحال قلنا من جيت هنا للعماله اللي عندك سميتو اللي هنا داير ما عطاش دواء السميه ديالو عندي هنا ما عرفتش كيفاش نجبدها باش نقراها باش نقولها هذاك اش قال لي قال لي نتحداك قلت له الله ودي اش لحقنا نتحداو بعضنا استاذ ما قال نتحداك ما تحداني قال لي نتحداك لان قال لي هذه المبادره كامله في المغرب كامل ام خاصه للشباب قلت له خويا ملي هي مخصصه للشباب حنا نمشيو نرميو روسنا للكلاب نشوفوا لا كان شي كلاب ضاله تاكلنا حيين يعني راه ما شي راه ما لا يعقل ولا يقبل لان لما ياخذوش ربما راه ناس استافدت وانا لا ضد حد دائما كنقول استافدوا وبحال قال له ها انت عندك ممارسه باش ترجع للسجن ها انت خذ ورجع شحال من واحد استافد لان خاصنا تكون واحد البحث يكون بحث دقيق من اللي بغيه واحد البنادم يستافد يعرفوا لمن كيعطيه استافد تكون عليه واحد الاجراءات وواحد المراقبه ما باش نشوفوا بداك الانسان اللي استافد شنو واش نما راسو ولا مشى غير هذا هو اللي بغينا نوصلوا له ولا كانت هذه المؤسسه تكون تنمي التنميه البشريه تكون تنمي من يستحقوا التنميه هذا هو اللي غنقول انا تكون تنمي من يستحقوا التنميه لانه باغي يستمر في الحياه تيمشي عند الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم